اهلا وسهلا بكم مع لاكي كيكس، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفصح وشم النسيم. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد. النهارده هنشوف ازاي هنعمل كريمه الزبده الامريكي وهنزين بيها الكب كيك بشكل جميل جدا وبسيط. اول حاجه هبدا بيها اني هضرب الزبده، وطبعا الزبده لازم تكون في درجه حراره الغرفه، ما تكونش سايحه قوي وما تكونش جامده من الثلاجه، يعني بنطلعها من الثلاجه بنسيبها بره ساعه ساعتين حسب درجة حرارة المطبخ عندك. وانا وريتكم في اكتر من فيديو ازاي بنعمل تشيك او بنعمل تيست للزبدة عشان نتأكد انها بالقوام المظبوط اللي تقدر تطلع لنا كريمة حلوة ومتماسكة. انا هضربها كويس قوي قوي لغاية ما يبقى القوام بتاعها كريمي وطري. لازم طبعا تختاروا نوعية من الزبدة تكون كويسة، وطبعا لو الزبدة طبيعي بيكون احسن كتير. انا قلت لكم قبل كده الزبده الفرنساوي هي احسن حاجه، لكن كمان النيوزيلندي ممتازه جدا، او لورباك، او المتوفر عندك بس تكون الجوده بتاعتها كويسه وطعمها حلو. شوفوا وصلت معايا للشكل الكريمي ده. لازم تضربيها كويس قوي قبل ما تنزلي بالسكر الباودر. دلوقتي هضيف كميه السكر على مرحلتين. لو عندك السكر الباودر بتاعك مش ناعم قوي حاولي تضربيه شويه في الكبه او في المطحنه، لازم السكر يكون ناعم كويس جدا، او حاولي تختاري نوع يكون جيد وناعم وخفيف. واول ما يختفي معايا السكر هضيف الكميه الثانيه. حاولوا ما تضيفوهوش مره واحده علشان تدوب شويه مع الزبده، وتتاكدوا ان مفيش اي حاجه لازقه في البوله من تحت والسكر كله متقلب مع الزبده كويس جدا. هضيف الكميه الثانيه بالشكل ده. طبعا مش هوصيكم، لازم تلتزموا بالمعيار كويس جدا بالجرامات علشان تاخدوا نتيجة مظبوطة وتتماسك معاكم الكريمة الزبدة وتبقى سهلة عليكم في التشكيل بعد كده. وحبدأ أضيف المية معلقة معلقة. انتبهوا ان برضو المية ما تبقاش مرة واحدة، ممكن تضيفوا مية وممكن تضيفوا حليب زي ما تحبوا، بس صلاحية الحليب بيكون أقل شوية، فأنا بفضل أن أنا أستخدم مية لو أنا هستخدم الكريمة مش هستخدمها كلها وهخليها في التلاجة شوية، يبقى الأفضل أن احنا نستخدم مية. والمية طبعا موثقوش، لازم تكون باردة. ودلوقتي هضيف الفانيليا. هي بيكون طعمها حلو قوي بالفانيليا، لكن طبعا تقدري تضيفي أي منكه أنت بتفضلي. وهبتدي أزود السرعة لأعلى حاجة وهسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة تتضرب كويس قوي. كل ما انضربت معانا كريمة الزبدة كل ما اللون فتح وبقى كريمي اكتر. شوفوا شكلها دلوقتي. كريمي وناعمة خالص، لكن انا حاسة انها لسه كمان، هضربها مرة كمان ما تقلقوش خالص. هي غير الزبدة السويسري مش هيحصل فيها اي حاجة لما تزودي عليها الضرب، مش هتعمل معاكي سمنة ولا هيتغير القوام بتاعها، بالعكس هيديكي قوام احسن كتير وهيدوب معاكي السكر اكتر. وانا النهاردة لونت الكريمة الزبدة الامريكي بملون غذائي جل لون اخضر علشان اعمل بيه الجراس او النجيلة. والتاب ده اسمه جراس تاب، ده هتلاقيه في كل محلات خامات الحلويات، موجود متوفر، وانا هعطيلكم الصورة توضيحية علشان تقدروا تعرفوا اي واحد بالظبط. بضغط وارفع ايدي، بضغط وارفع ايدي، اهم حاجة ان الكريمة تلامس سطح الكب كيك وانا بضغط وبعدين ارفع ايدي بالشكل ده. قوام الكريمة متماسك وجامد شوية وده مهم جدا. ودلوقتي هضيف بقى الاكسسوار بتاعتي. انا النهارده حبيت احط الارنوب ده، عملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو ازاي انا عملته بالظبط بالتفصيل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكمان وريتكم ازاي بعمل الوردات وبحتفظ بيها في بوكس بالشكل ده علشان تكون موجوده عندي متوفره، عندي اي مناسبه او عندي اي بروجكت
يبقى موجود عندي الحاجات بتاعتي وما اشتغلتش كتير. شوفوا بقى شكلها قد ايه رقيق وبسيط خالص في اختيار الالوان، لازم تكون فاتحه وهاديه وما نزودش في الالوان كتير، قلنا قبل كده لازم تكون على يعني بالكتير 3 4 الوان بالكتير جدا على الكيك او على الكب كيك. هعمل واحده كمان عشان تكون واضحه معاكم، بضغط وبعدين برفع ايدي، ودي هحط فيها عليها البيض بتاع شم النسيم، ده بيجي شوكولاته بيجي جاهز من السوبر ماركت لو متوفر عندكم. هحط ثلاثة بالشكل ده، ثلاث ألوان مختلفة. بتهيألي طريقة سهلة وبسيطة خالص مفيهاش أي تعقيد، أهم حاجة تظبطي الكثافة بتاعت الكريمة بتاعتك عشان تطلع معاكي مظبوطة. هحط لها وردة بالشكل ده، وبكده نكون خلصنا الشكل بتاعنا النهاردة. بتهيألي طريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله كلكم تجربوها وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، لو مش مشتركين في القناة يا ريت تنزلوا تشتركوا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. كل سنة وانتم طيبين، تحياتي لكم، مع السلامة.